اهلا بحضراتكم معانا مره تانية. الكورونا وتحوراته المختلفه، اظن خمس متحورات اظن ذلك، يعني لو انا فاكر مظبوط او بعد صح او بتابع بالمظبوط يعني. طيب واحنا بنتكلم عن الكورونا لازم نتكلم مع اهل الاختصاص، ودي حاجه شديده الاهميه، لا داعي للفتي فيما يتعلق بالكورونا او تحوراته او اعراضه او سبل العلاج او اللقاحات او الادويه الجديده اللي نازله الخ الخ الخ. خلونا نرحب وبشده وبقوه زي ما كنت بقول لكم قبل الفاصل الضيف الذي ينتظره 100 مليون مواطن، دكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان. منورنا استاذ يوسف، اسعد دائما بصحبتك. والله ده احنا دايما نبقى فخورين بوجود حضرتك معانا. الكورونا تحوراتها خمسة كده صح؟ عندنا الفا وبيتا وجاما ودلتا والاوميكرون. عظيم جدا. الناس دلوقتي الحديث الشاغل بتاعها حاجتين، اوميكرون ومدى انتشاره وأعراضه وما قد يسببه لو أهملنا فيه، ومن ناحية تانية التعاقد المصري على الدواء الجديد أظن اللي هو إنتاج شركة ميرك. هل إحنا متعاقدين على دواء واحد ولا أكتر من دواء؟ هناخدهم بالتفصيل، بس هبدأ الأول بالأوميكرون. إيه الأوميكرون ده وبيعمل إيه؟ طيب خليني قبل ما اجاوب السؤال، انا متفق مع حضرتك تماما في انه الشغل الشاغل للناس هو هذه الاسئله، وده بالنسبه لي شيء يدعو للدهشه، لان المفروض الشغل الشاغل للناس هو يبقى ماذا نفعل لنتجنب الاوميكرون، مش ايه هو الاوميكرون. الاوميكرون هو في النهايه كوفيد 19، وبالتالي النهارده بعد سنتين من التعامل مع الكوفيد 19 والكورونا بقى عندنا معلومات موثقه مبنيه على دليل بتقول ما هي الاليات التي يمكننا ان نفعلها لنتجنب شده المرضه، لنتجنب دخول المستشفيات، لنتجنب ازدياد معدلات الوفيات. اولاها التطعيم، فمن لم يتلقح يطعم، والحمد لله الدولة موفرة كل أنواع التطعيمات في بكميات تغطي الفئات المستهدفة وتزيد للجرعة المعززة. ثانيها اللي خد جرعة واحدة وتكاسل يروح ياخد الجرعة التانية، احنا فتحنا الباب لأنك تاخد الجرعة التانية حتى لو كنت فات عليك الميعاد. اللي خد جرعتين أو استكمل التلقيح وفات عليه ست شهور ياخد الجرعة المعززة. حلو. دي أول حاجة نعملها. تاني حاجة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، ويكفي نظرة واحدة على الناس في تجمعاتهم عشان تقول إنه الالتزام بالإجراءات الاحترازية مش في أحسن أحواله الحقيقة، وإن إحنا في إيدينا إن إحنا نرتدي الكمامة ما بنعملش كده، في إيدينا إن إحنا نتباعد اجتماعيا ما بنعملش كده، في ايدينا ان احنا نحافظ على التطهير المستمر للايدي والاسطح ما بنعملش كده، في ايدينا ان احنا نتجنب اماكن الازدحام ما بنعملش كده. فالحقيقه ده انا في رايي ان هو ده الذي ينبغي ان يشغل بال الناس. نرجع بقى لسؤال حضرتك، هو ايه هو الاوميكرون او ايه هو الاوميكرون؟ خليني نتكلم ببساطه، هي ايه التحورات؟ لو انا تخيلت ان انا عندي الفيروس عشان بيدخل جسم الإنسان بيرتبط بالخلية بيبدأ يستنسخ نفسه. يستنسخ نفسه يعني بيعمل كوبيز. فأنا النهاردة لو معايا ورقة وبعمل على مكنة التصوير بصور منها 1000 نسخة 2000 نسخة 3000 نسخة، من الوارد جدا وأنا بصور إنه في صورة تطلع معوجة، في سطر يطلع ممسوح، في سطرين يخشوا في بعض. التحورات عبارة عن كده، إنه جزء من التكوين الجيني للفيروس يا إما بينقص يا إما بيتغير مكانه يا إما بيحصل أي نوع من التغير مرتبط بالتكوين الجيني. لما بيحصل التحورات ديت أو بيحصل هذا التغير الجيني بيبقى الهدف الأساسي للفيروس هو أن يزيد من معدلات انتشاره، لأنه الفيروس حريص على الاستمرار ونحن حريصون على عدم استمراره،
فهو الأساس عنده هو أن يتكاثر وأن يتمكن من أنه يدخل ويتغلب على الجهاز المناعي للإنسان عشان يستمر في الحياة والبقاء. طيب مع هذه التحورات من الوارد أنه التحور ده أو التغير الجيني ده يؤدي أنه يبقى أكثر مرضى، بدل ما كان بيدخل في أماكن الجهاز التنفسي العلوي مثلا يبدأ يخش في أعضاء أخرى زي القلب والكلى. وارد، من الوارد ده ما يحصلش، على العكس يبقى أقل مرضى. عادة يعني من خلال التجارب الطويلة مع الفيروسات أن كثرة التحورات تؤدي إلى إضعاف شدة المرض. الحاصل النهاردة في التحور بتاع الأوميكرون، ما تأكد لدينا أنه زاد من معدلات انتشار. يعني إحنا لو كنا بنتكلم على الفيروس الأصلي اللي خرج من ووهان كان بيعدي من 2.5 ل 3.5، يعني كل واحد بيعدي في المتوسط 3 أشخاص، الثلاثة بيعدوا 3 زيهم والباقيين 6، 6 وهكذا. لما بدأنا ندخل في الدلتا، الدلتا وصل إنه الواحد الفيروس أو الشخص الواحد المصاب بيعدي 7، فالسبعة بقوا بيعدوا 7 بقينا 14، وال 14 بيعدوا وهكذا. النهاردة احنا بنتكلم على الأوميكرون بيعدي من 16 إلى 19 تقريبا، فعشان كده معدل الانتشار واسع جدا بكتير، يعني من 3، من 1 ل 3 إلى 1 ل 16 أو 19. لكن الفيروس نفسه أضعف، أضعف من الدلتا لكنه يبقى كورونا طبعا. وبالتالي تأثيره المرضي أقل من الدلتا. ولكن لازم ناخد بالنا إن إحنا النهاردة برضو بقى عندنا حاجة ما كانتش موجودة بنفس السعة أيام الدلتا وأيام الفيروس الأصلي اللي طالع من ووهان، وهو التلقيح والمناعة المجتمعية. فالنهاردة بقى عندنا معدلات تلقيح أعلى، وبالتالي قدرة الجسم على مقاومة الفيروس بقت أعلى، وده اللي بيخلي معدلات دخول المستشفيات أقل. يعني إحنا في الموجات السابقة كانت هناك دائما علاقة طردية ما بين زيادة معدلات الإصابة وزيادة معدلات دخول المستشفيات والرعايات وأجهزة التنفس الصناعي. مع التحور الجديد بقى لقينا أنه هذا الارتباط الطردي انفك، ما بقاش عندنا الزيادة الكبيرة في معدلات الإصابة بيصاحبها نفس الزيادة في معدلات دخول المستشفيات. الفيروس بقى بيصيب أكثر الجهاز التنفسي العلوي، وبالتالي بقت المشاكل التي تتعلق بنقص نسبة الأكسجين والتليف الرئوي ما عادتش موجودة زي ما كانت في المتحورات السابقة. وبالتالي يصبح الحمد لله والشكر لإقبال الناس على المستشفيات والعزل داخل المؤسسات الصحية أقل كتير، والعلاج يبقى ناجع جوه البيت والعزل المنزلي في أغلب الأحوال. لكن دايما خلينا نقول برضو عشان الناس تبقى واخدة بالها، يمكن هو أخف من دلتا، لكن أنا لو عندي فيروس من كل 100 بيدخل 10 المستشفيات، وعندي فيروس تاني بيدخل 5 بس لكن نسبة إصابته أعلى، فاللي بيعدي 100 هيدخل 10 لكن ده هيعدي 1000، فالخمسة هتبقى 50. وبالتالي لازم ناخد بالنا. احنا بنقول كده ليه؟ عشان الناس تاخد بالها، وخصوصا بكرر للمرة التانية بقى عندنا ما لم يكن عندنا قبل ذلك، ما كانش عندنا تلقيحات، ما كانش عندنا فهم. انت احنا لو الناس تتذكر في البداية احنا ما كناش عارفين هو حتى بيتنقل ازاي. يعني جت فترات ده بيتنقل عن طريق الهواء، ده بيتنقل عن طريق الرذاذ، ده بيتنقل المسافة الآمنة قد ايه، كل المعلومات دي ما كناش نعرفها. ده بيقعد على الأسطح ساعة، ده بيقعد على الأسطح يوم، ده بيقعد. لو تفتكر كمية المعلومات المتضاربة الكثيرة التي كانت موجودة في شهر فبراير 2020 وفي شهر مارس، كل دلوقتي بقى لا، بقى عندنا معلومات واضحة ومحددة. الأول كنا لسه بنتساءل هل الكمامات فعلا تمنع الانتقال ولا لا؟ النهارده لا، بقى عندنا دليل واضح ان الكمامات المعتمده تمنع الانتقال. يعني لو حضرتك تفتكر، بس هي الناس يمكن تنسى بسرعه،
لكن كل دي كانت معلومات ضبابية ما كناش نعرف. النهاردة بقينا نعرف، فبقينا أكثر علما. مش المفروض بقى بعد ما بقينا أكثر علما وأكثر قدرة وبقى عندنا لقاحات وبقى عندنا الحمد لله كمان أدوية، نبقى ما زلنا نهمل في استخدام هذا العلم الاستخدام الصحيح؟ طب ما هو ايه فايدة العلم لو ما استخدمناهوش يعني؟ ده هنا الإجراء الاحترازي. طب افترضنا انه فلان حرارته عليت، فلان مش عارف حصل له التهاب في الحلق او حكه في الزور او مش عارف ايه والكلام ده، هو يعرف منين اذا كان ده برد ولا اوميكرون؟ هياخد انهي دواء؟ يعني في ناس يقول لك ايه خد البروتوكول. اللي انا فهموه هو مفيش بروتوكول ثابت يعني، صحيح. هي بتختلف، صحيح. هي ولازم الجا لدكتور يعني، بلاش الوصفات بتاعه تجربتي الشخصيه. تمام. انا هعرف منين اذا كان ده برد فاخد له دواء برد ولا ده لا قدر الله اوميكرون؟ ناس تقول اصله بيبان في البي سي ار، وناس تقول لا ما بيبانش في البي سي ار، ناس تقول لك اصله مش عارف اعمل اجسام مضاده، لا ما تعملش. يعني برضو انا هستخدم اللفظ بتاع احنا كلنا نفتي فيما لا نعلم. صحيح. والحقيقه المشكله ان اتجاهنا في الفتية بعيد عن المصلحة الشخصية لينا حتى. يعني ايه؟ احنا شغلين بالنا جدا هو بيبان في البي سي ار ولا مش في البي سي ار، مع انه في النهاية هي اسمها جائحة. يعني ايه جائحة؟ يعني تجتاح، يعني طالما. وبالتالي اسلوب التصرف في الجائحة يختلف عن اسلوب التصرف في الامراض المتوطنة مثلا. طب ليه سموها جائحة؟ عشان ليها بروتوكول تصرف مختلف. أولى بروتوكول التصرف المختلف في الجائحة إنك بتعتبر الأعراض المتشابهة مع الأعراض التي يسببها الفيروس اللي عمل الجائحة هي جائحة لحد ما يثبت العكس. حلو. يعني أنا النهاردة عندي أعراض تنفسية، التهاب في الحلق، ارتفاع درجة الحرارة. الحقيقة إنه بما إني في جائحة يبقى مقتضيات الجائحة بتقول الاحتراز ودرهم وقاية، يبقى تتعامل مع هذه الإصابة على أنها من الجائحة حتى يثبت العكس، مش تتعامل معها على أنها برد حتى يثبت العكس. فده أول حاجة نعمل. إيه؟ نتعامل على أنها إصابة حتى يثبت العكس. طب لما تعامل مع أنها إصابة هيعمل إيه؟ هعمل إيه؟ هعزل نفسي، ده نمرة واحد. ماشي. وثم هتعامل مع الأعراض. إذا كان في ارتفاع في درجة حرارة هاخد مخفضات حرارة، إذا كان في ألم في الحلق هاخد الأدوية التي تتعلق بألم الحلق. طيب إمتى أبدأ أحس إنه أنا عندي مشكلة محتاجة إني لازم أروح المستشفى؟ وإحنا بندعو كل الناس عندما تظهر واحدة من هذه الأعراض إنه يتوجه للمستشفى. وليس صحيحا تماما ان احنا قلنا في وزاره الصحه في اي وقت من الاوقات ما حدش يروح المستشفى، على العكس. أيوة. لما نقول لكل الناس اذا استمرت الحراره ولم تستجب لمخفضات الحراره توجه للمستشفى على طول. اي مستشفى قريب منك، اي مستشفى، سواء كانت مستشفياتنا في وزاره الصحه او المستشفيات الجامعيه، هناك عياده عزل وفرز في كل المستشفيات التابعة للصحة والمستشفيات الجامعية، مخصصة للكشف على حالات المشتبه، اللي هي تقريبا الحالات اللي عندها أعراض تنفسية في الجائحة. طيب يبقى أول حاجة هو استمرار الحرارة وعدم استجابتها للمخفضات لفترة تزيد عن 72 ساعة. طب إيه الحاجة التانية اللي لازم تتوجه فيها المستشفى لو بدأت تستشعر بضيق في التنفس؟ النهاردة أغلب الناس عندها الجهاز اللي بيقيس في الصباع، ولكن إذا كان عندك ونزلت نسبة الأكسجين في الدم على 92، مش بقى نستنى لما تبقى سبعينات نزلت على 92، على 92 توجه إلى المستشفى فورا. إذا حسيت بصعوبة في التنفس توجه إلى المستشفى فورا. وبالتالي الأعراض اللي بنقول لك في جميع الأحوال، إحنا بندعو الناس إن هم عندما يصابوا يتواصلوا مع خدمة العزل المنزلي. احنا عندنا خدمة من خلال ارسال رسائل نصية حضرتك اللي تبعتها على رقم 1440 وبتكتب له عزل، هيجي لك على طول مجموعة من الاسئلة اجاوب، ثم هيتصل بيك حد من الفريق الطبي يقول لك يتابع معاك. وفي نفس الوقت ابقى انا خلاص عرفت كوزارة الصحة
ان انا النهارده عندي في هذا المكان شخص مصاب باعراض الكورونا او عنده الاعراض، وبالتالي بيبقى دائما في بؤره اهتمامي. بالاضافه الى انه من خلال كمان الرقم 105، يعني ده وسيله، من خلال الرقم 105 لو اخترت الاختيار ثلاثه ده هو استشاره احد الاساتذه او احد اساتذه كليه الطب خلال فتره زمنيه بيتوقف على معدل الضغط، لكن احنا بنتكلم من 5 إلى 7 دقائق، هيتصل بيك، ودي مكالمه مجانيه، هيتصل بيك. يعني انا اتصل ب 105 واختار 105 واختار 3 استشاره احد اساتذه كليه الطب، هيك خلاص هتسجل الاختيار، من 5 لـ7 دقائق هيتصل بيك حد من الاطباء في المستشفيات الجامعيه ويبدا يسالك على الحاله ويوجهك. فاحنا الحقيقه الدوله المصريه استخدمت كل ما تملك من امكانات وسخرت التكنولوجيا لتوفير خدمه صحيه ورعايه للمواطنين. حلو جدا. ويكفي جداً ان السيد الرئيس شخصيا ودوله رئيس مجلس الوزراء والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والقائم بعمل وزير الصحه دي عندهم متابعه تكاد تكون لحظيه لكل المستجدات عشان نقدر في النهايه نحقق الامان الصحي للمواطنين والمقيمين. احنا النهارده بندي اللقاحات لكل من هو على الاراضي المصريه. حلو قوي. طيب فمساله اللقاحات دي عندي مجموعه اسئله كده زي ما يسموها حزمه اسئله متعلقه ب يا ترى هل ترى كبار السن ياخدوا انهي لقاح؟ طب ولو كان خد اللقاح قبل كده ايه الجرعه المعززه بتاعته؟ وهل كلهم على حد سواء ولا بتختلف من حاله لحاله، من عمر لعمر، وضع صحي اللي عنده سكر غير اللي ما عندوش؟ يعني اسئله برضو لو صح التعبير هي تدور في العقل المصري، وفي طبعا اجوبه شعبيه بس احنا هنا جايين مع حضرتك تقول لنا بقى الاجوبه اللي بجد. انا هستاذن اروح الفاصل. اتفضل. ماشي فضل. هنروح الفاصل نرجع مع دكتور حسام عبد الغفار لو سمحتوا استنونا. عشان انا طلعت هاخد تاني تطعيم كمان برضو، مع ان انا خدت يجي 3 مرات دلوقتي، فاضل لي المره الرابعه. خلونا نجدد الترحيب مع دكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزاره الصحه والسكان. وبالمناسبه دكتور حسام غني عن التعريف، يعني كلنا حافظين اسم دكتور حسام ده، بخلاف ان احنا في شغلانتنا كلنا دوشين دكتور حسام ب 900 مليون رساله و 5000 مليون تليفون كل يوم. منورنا مره تانية يا دكتور. الناس برضو لسه في عندها اللي هو ايه، طب انا اخد جرعه معززه ولا ما اخدش؟ إيه الاطفال يسالوا هل احنا نطعم؟ احنا عارفين ان الاطفال بيطعموا من سن 12 دلوقتي طبقا للقرارات الاخير. طب والكبار يطعموا ولا ما يطعموش؟ طب واللي اتطعم ليه جرعه تعزيزيه ولا لا؟ ونوعيه الجرعه التعزيزيه، يعني ساعات كده فلان يجي يقول ايه، اصل انا كنت عايز اخد الجونسون، لا 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 ده انا عايز اخد الاسترازينيكا، لا 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 ده انا عايز اخد فايزر. هو هنا بقى مهم عندي ان انا اعرف هل المساله انا عايز اخد ايه ولا ايه الاصلح لي؟ طيب خليني برضو اقول انه خلينا نرجع كده للبدايات برضو. هو اول ما طلع التلقيح كنا بنقول انه الدول بتديه للفئات الاكثر احتياجا. ايوه صح؟ اه. وكانت الفئات الاكثر احتياجا دي هم ايه؟ هما الأطقم الطبية وكبار السن. الأطقم الطبية وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة. أيوة. إحنا بقى بنيجي النهاردة تلاقي الناس تقول لك إيه، أصل أنا عندي السكر فمش عايز أطعم، أصل أنا بتعالج بعد شر على كل الناس بعلاج كيماوي فمش عايز أطعم. يا فندم ده هو ده لما اتعمل التطعيم اتعمل عشانكوا أساسا في البداية. بداية الكل التجارب الإكلينيكية لما بدأت في الفئات الأكثر احتياجا، وهم أصحاب الأمراض المزمنة اللي عندهم نقص في الجهاز المناعي، اللي عندهم أورام بعد شر على كل الناس، المراحل السنية المتقدمة، الأكثر عرضة للإصابة وهم الطواقم الطبية. طيب لما الحمد لله بدأنا وودينا لهذه الفئات بدأ يبقى في دراسات إكلينيكية أكثر طبعا، فبدأوا يدوروا على الحوامل والمرضعات. والحمد لله بعد ما دلوقتي بقت ثبتت مأمونية اللقاح للحامل والمرضع، بدأوا يدوروا على الفئات السنية اللي كانت وما زالت أقل
عرضة للتأثر بشدة المرضى، لكن أنا عايز أزود المناعة المجتمعية، فبدأت أنزل بالسن. إذن فالأسئلة اللي الناس بتسألها، هو اللي عنده مرض كذا ياخد اللقاح؟ آه يا فندم، الحقيقة أن المانع الوحيد من أخذ اللقاح هو أن يبقى عندك حساسية مفرطة لأحد مكونات اللقاح. غير كده الأمراض لا تمنع من أخذ اللقاح، بل اللقاح في البداية هو بدأ لأصحاب الأمراض المزمنة، بدأ لكبار السن، بدأ للفئات الأكثر تعرضا للإصابة. احنا بدأنا كده، وكلما أمننا الأكثر عرضة والأكثر تأثرا بدأنا نوسع في الدائرة. يجي بقى السؤال اللي بعد كده، هو إيه اللقاح الأحسن؟ والحقيقة إنه ما تقدرش تقول إنه في حكم مطلق كده إنه في لقاح أحسن. هو اللقاح الأحسن هو اللقاح الذي يتوفر لك، لأنه بديل اللقاح هو الإصابة بالكورونا. وما لم يكن هناك توصيات طبية محددة من جهات طبية، مش من الفيسبوك، أيوة، ولا من تويتر، ولا من الأصدقاء، ولا من الأقرباء، وما لم يكن هناك ما يمنع من لحالة مرضية معينة، فالأصل إنك تاخد ما يتوفر لك. طيب، عشان حضرتك ذكرت حكايه اذا كان حد عنده لا قدر الله حساسيه مفرطه من او تجاه احدى مكونات اي من اللقاحات، اعرف منين؟ المفروض حضرتك تروح تتلقح، بيبقى اصحاب الحساسيه للادويه وغيرها بيبلغوا الطبيب اللي بيدي اللقاح. حاجة تانية، ان انت وانت بتدي الحساسية المفرطة، انت اول ما بتدي جزء بسيط من اللقاح بيظهر على طول التحسس على الجلد فبتتوقف، وبالتالي ودول حالات يعني ليست شائعة ونادرة جدا، نادرة. انما الاصل ان اللقاح يصلح للكل، ما لم يكن عند حضرتك تحديدا بسبب يقرره الطبيب مش حضرتك مانع من تلقي اللقاح. طيب، برضو علشان درءاً وحجباً لشك بيقين، فلان الفلاني جاله مثلاً أوميكرون، طيب عاوز بقى أخد لقاح، أعمل إيه؟ أستنى قد إيه علشان أقدر أقدم الطلب بتاعي أو أروح أخد التطعيم؟ خليني أقول لحضرتك أنه الدراسات متنوعة في الفترة، يعني أكثرها قصرا في المدة الزمنية، بنتكلم في أسبوعين، وهناك من يذهب إلى شهرين. إحنا في المتوسط هنا في مصر بنتبنى الدراسات اللي بتقول إنه الفترة شهر هي كافية تماما، لأن أنت من بعد التعافي هي كافية تماما لأنك تستطيع أن تحصل على اللقاح. حلو جدا. أنا كنت بتكلم على لقاحات صغار السن، أي حد من 12 سنة لحد 18 ده بياخد اللقاح بتاع فايزر، لأن ده اللي أجروا التجارب الإكلينيكية وثبت مأمونيته. حلو. ممكن بعد فترة يجي لقاح تاني يثبت مأمونيته فنستخدمه، لكن ما هو مجاز حاليا هو لقاح فايزر. لقاحات كبار السن بياخدوا اللقاح زي ما كنت بحكي لحضرتك كده، اللي على مزاجي أنا نفسي أخد لقاح كذا، ولا أن هناك لقاح هو الأنسب للناس كبار السن أو اللي عندهم أمراض مزمنة؟ اللقاح الأنسب هو اللقاح المتوافر، وأنا ما عنديش غضاضة في أن حضرتك تاخد اللقاح اللي على مزاجك لو كان مزاجك ده مبني على أدلة علمية طبية. إنما أنا أزمتي في أن مزاجك ده مبني على آراء الأصدقاء والأحباء. وده أنا سامع أصلا. أيوة. قالوا لي بيشكر فيه قوي. بيشكر فيه زي مش فيتامين. يعني بيشكر فيه. الحقيقة طول ما مزاجك ده ليس مبني على مستند طبي فده شيء غير مقبول. عظيم جدا. هنا هنطلق إلى الجزء الجديد بتاعنا، الأدوية. إيه هي الأدوية دي؟ بتعمل إيه؟ يعني دي تحول دون المرض ولا لما يجي لي بيعالجني؟ إيه اللي بيحصل؟ طيب، إحنا عندنا كذا نوع من أنواع أو كذا تقسيمة من تقسيمات الأدوية التي أجازتها الهيئات الدوائية العالمية وهيئة الدواء المصرية، وهي الهيئة المنوطة عن منظومة الدواء في مصر. لو الناس تفتكر أول حاجة كانت أجيدت كان الريمديسيفير اللي أجازته هيئة الغذاء والدواء، وده دواء مضاد للفيروسات
بيؤخذ عن طريق الحقن. بعديه بفترة أجازت منظمة الصحة العالمية استخدام الديكساميسازون الكورتيزون، ولكن في الحالات اللي داخلة في العناية. فإذا عندنا أهو نوع اسمه مضادات الفيروسات زي الريمديسيفير، وعلى شاكلته الاثنين اللي تم إجازتهم مؤخرا في ديسمبر الماضي من هيئة الغذاء والدواء الأمريكية ومن هيئة الدواء الأوروبية، وأجازت هيئة الدواء المصرية في 24 يناير واحد منهم، وهو الباكسولوفيد، وده عقار بتنتجه شركة فايزر، والمولنا بيرافير اللي بتنتجه شركة ميرك. احنا في مصر الحمد لله في عندنا 5 شركات وطنية أنتجت، وفي 13 شركة تانيين متقدمين للحصول على الترخيص. احنا عندنا الآن منتج مصري ل 25,000 جرعة، وعندنا ما يكفي ل 150,000 جرعة حاليا، ده غير الشركات اللي هي في البايب لاين. ده يبقى عندنا 3 أدوية النهاردة مضادة للفيروسات حصلت على الموافقة هيئة الغذاء والدواء الأمريكية، الريمديسيفير الأولاني خالص، أيوة، وبعدين الباكسولفيد وده عقار فايزر، والمولنا بيرافير وده عقار ميرك، اللي هو موجود عندنا هنا في مصر وتم استلامه في المستشفيات اليوم. حلو قوي كلمة تم استلامه في المستشفيات. الأدوية دي أنا لو جال بعد الفرق بس ما بين الريمديسيفير والاثنين التانيين هو أنه الريمديسيفير بيؤخذ عن طريق الحقن، وبالتالي ما ينفعش تاخده غير جوه المستشفى. حقن عضلي عميق. بالظبط. بس يفضل لانه في ناس كتير بتروح عند الصيدليه يقول له اديني الحقنه زي كده مجموعه. بس هو ده الحمد يعني ما مش موجود في ال في ده مش موجود في الصيدليات. فالدواء موجود في الاثنين التانيين بقى. عقار سموي سواء الباكسولفيد او المولنا بيرافير بيتاخذ عن طريق الفم كبسولات. اوكي ماشي. ودول برضو جوه المستشفى ولا في الصيدليه؟ احنا النهارده بنتكلم على جوه المستشفى لانه حاصل على رخصة الاستخدام الطارئ، فمحتاجين انه يؤخذ تحت اشراف طبي كامل. كويس جدا. وبما انه احنا يعني عندنا مسألة الحصول على الدواء بروشتة مش من الثقافة الشائعة عندنا، وانه الناس ممكن تاخد الأدوية بدون وصفة طبية، فاحنا في المرحلة الحالية هيبقى من خلال المستشفيات وصيدليات المستشفيات سواء كانت التابعة لوزارة الصحة أو الجامعية، عشان يبقى تحت إشراف طبي، لأن احنا ما زلنا في رخصة الاستخدام الطارئ. ده مضاد للفيروسات. مضاد للفيروسات يعني بيمنع إذا من تكاثر الفيروس داخل الجسم ويثبط من عمله، وبالتالي هم بيتاخدوا في المراحل الأولى من الإصابة. احنا بنتكلم في أول من 5 لـ7 أيام للبالغين فوق سن 18 سنة، ولأصحاب الإصابات البسيطة والمتوسطة التي يخشى أن تتحول إلى شديدة بسبب بقى ضعف في الجهاز المناعي، بسبب الأمراض المزمنة، بسبب المراحل السنية المتقدمة. دولت النوع الثاني اللي هو مضاد للفيروسات. في عندنا نوع ثالث تمت إجازته، وهو المونوكلونال أنتيبادي أو المستضادات الأحادية. دي بتعمل إيه؟ دي بتحسن من قدرة الجهاز المناعي على التعامل مع الفيروس. طب إيه الفرق بينها وبين اللقاح؟ إنه اللقاح هو بيحسن الجهاز المناعي من غير ما تكون أنت مصاب، ما عندكش فيروس. إنما هو زي خلينا نقول إنه دي زي اللقاح زي التدريبات اللي بيعملها الجيوش قبل ما يخشوا الحرب. حلو. فانت بتدرب جهازك المناعي عشان لو دخلت الحرب مع الفيروس يبقى مستعد. انما المونوكلونال انتيبوديز هي بتتاخد للناس اللي مصابه فعليا، يعني هي دخلت الحرب، لكن بتديها امداد برفع كفاءه الجهاز، كانك بتدي له مزيد من الامدادات لجهازه المناعي من خلال المستضادات دي. اللي وصل الحمد لله وصل عندنا امبارح مساء احد هذه الأدوية التي برضو يؤخذ عن طريق الحقن، وهو الايفو شيلد، ومن انتاج شركة أسترازينيكا، ووصلنا ما يكفي ل 50,000 مريض.
عظيم جدا. ودخل مصر الحمد لله. فاحنا النهارده من الادويه اللي تمت الموافقه عليها خلال الشهر اللي فات مصر فيها نوعين والثالث في الطريق. طيب يمكن انا عمي بيقول لي دقيقتين فانا يمكن فاضل لي سؤالين بس هختار الاكثر تداولا، الا وهو فلان الفلاني مثلا عاوز يطعم والده والدته ايا كان، والناس دي غير قادره على النزول، يعمل ايه علشان يطعم جوه المنزل؟ بيتواصل مع الوزاره او مع الخط الساخن وبيقول الحاله اللي هو 105 الحاله المرضيه ل و 13353 13353 والخط الساخن بتاع التطعيمات وبيبلغوا بالحاله المرضيه ويعني احنا بنطلع ساعات ما بيبقاش في حاله مرضيه بالمعنى المفهوم، يعني ما فيش اعاقه حركيه والحمد لله تحول دون ذلك، لكن بيبقى الشخص وصل الى سن حركته صعبه ما بيقدرش ينزل ولا يطلع، يعرفش يطلع السلم ينزل سلم يروح مشوار يجي مشوار الى اخره، السن الكبير ساعات الوضع الصحي بشكل عام دون وجود مرض بحد ذاته، هل ده برضه ممكن يعني خليني اقول لحضرتك هو الهدف من وجود مثل هذه الخدمه ايوه هو التيسير على الكبار السن أيوة. وعلى اصحاب الامراض المزمنه وعلى اصحاب الاعاقات، يعني هو ده الهدف الاساسي، وبالتالي لما يبقى في مثل هذا النوع لا شك ان احنا لا نملك الا ان نستجيب، لان احنا عاملين الموضوع ده اصلا عشانهم. يعني ربنا يخليك والله. هو الوقت للاسف الشديد خلص وانا عندي لسه شويه اسئله بصراحه، بس الامر لا من قبل ومن بعد، هحاول قدر الامكان ان احنا نوضب لقاء تاني مع حضرتك، احنا بنحب نشوفك ونسمعك مش بس نقعد نزعجك على التليفون. نورتنا يا دكتور حسام، الف 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 شكر لحضرتك. اظن الادويه موجوده جيد جدا انها في المستشفيات الجامعيه ومستشفيات وزاره الصحه، الادويه يا جماعه هي مش هتتاخد غير تحت اشراف الطبيب، فالحمد لله انها موجوده. لما تبقى الادويه موجوده في الصيدليه بنستاذن حضراتكم ارجع برضو للدكتور، ارجوك 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 لو سمحت عزيزي المواطن عزيزتي المواطنه، الصحة ما فيهاش هزار وما فيهاش فهلوة. خلصت الحلقة لحد كده مع الألم والأسف، لكن بإذن الله يكون لنا لقاءات كتير دايما في الخير. كل الشكر لدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان بجمهورية مصر العربية، ولو كان لنا العمر بإذن الله هنقابلكم بكرة في برنامجكم التاسعة دقايق ويدخل الكريم رمزي ورقم 10. سلامات.